تم رصد الكثير من الانتهاكات والمخالفات الغير قانونية التي حصلت أثناء مداهمة المنازل في مختلف القرى البحرينية. فعلى سبيل المثال، أول موضوع هو أنه لا يتم بمذكرة تفتيش أو إذن تفتيش من النيابة العامة. في بعض الحالات لا يتم السؤال عن معتقل معين، بل يتم مداهمة المنزل وتخويف الأهالي، ومن ثم الذهاب ولا يسألون حتى عن اسم. أيضا في مواضيع أخرى يتم تكسير الأبواب وتكسير النوافذ، ويدخلون من النوافذ وبعد تكسير الأبواب دون أن يطرقوا الباب. الكثير من الحالات تم الاعتداء على أفراد من الأهالي أثناء الاختطاف. موضوع الرابع يتم من قبل مدنيين مجهولين الهوية ملثمين لا تعرف إلى أي جهة ينتمون. الموضوع الخامس كثرة حالة الاختفاء القسري، يتم اختطاف هؤلاء الأشخاص، يتم نقلهم إلى جهة مجهولة، بعد 3 أو 4 أيام أو حتى 5 أيام تكتشف أنه في مبنى التحقيقات الجنائية تعرض إلى تعذيب شديد، ومن ثم ينقل إلى الحوض الجاف وبدون محامي في النيابة العامة. هذه الحالات كثرت. وآخر نموذج أستطيع أن أقدمه هو ناجي فتيل، الذي هو نموذج الاختفاء القسري عبر المداهمة الليلية من منتصف الليل من قبل ملثمين، ومن ثم تعرض إلى التعذيب. هذا المسلسل يتكرر في كل المنازل البحرينية، ولكن أحببت أن أبرز آخر حقوقي ناجي فتيل. نعلم أن الاعتقال هو حق تمتلكه الدولة، ولكن نحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نطالب أن يكون الاعتقال عبر القنوات القانونية، لا أن يتم عن طريق الاختطاف، أن يتم عبر مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وعبر كل وأن يتم السماح إلى المعتقل بالاتصال، أن يتم السماح إلى المعتقل أن يلتقي بالمحامي، أن يتم السماح إلى المعتقل أن يلتقي بعائلته، وأن يتوفر له كافة حقوقه كمعتقل في أي دولة من دول العالم.